السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله في الفيديو ده نتكلم عن الأردوينو، وهنبدأ نتعرف عليه ونشوف من خلاله إن احنا نقدر نكنترول في السنسورز، وبعد كده هنبدأ ناخد توبولوجي بسيطة أو سيميليشن بسيطة كده للترافيك لايتس أو إشارات المرور، واللي احنا من خلالها هنشوف إزاي الأردوينو يقدر يتحكم في السنسورز. طيب، في الأول عشان نشوف إزاي هنعمل الكلام ده محتاجين سوفت وير. فالسوفت وير اللي احنا هنستخدمه هو التينكر كات، فهتسيرش على التينكر كات بحيث تعمل عليه اكونت. فكل اللي انت محتاجه ان انت تعمل اكونت على التينكر كات وتبدأ ان انت تشتغل اونلاين، لان هو مش بيشتغل اوفلاين، هو اونلاين. فكل اللي انت محتاجه هتعمل اكونت، هتدخل على الويب سايت بتاعهم اللي هو تينكر كات دوت كوم ده، وتبدأ تعمل اكونت. كل اللي هو بيطلبه منك، بيطلب منك حاجات زي الكونتري، فاديله الدولة بتاعتك. هيطلب منك حاجة تانية زي البيرث داي، تاريخ الميلاد بتاعك، فتديهوله أي حاجة برضو. وبعد كده هيطلب منك إن أنت، هل أنت educators ولا students ولا عاوز تكريت بيرسون أكونت، فأقول له كريت بيرسون أكونت، وهتكريت الأكونت بكل سهولة جدا، يعني مش بيطلب منك حاجات كتير. بعد كده هتيجي تبص هتلاقي ده الشكل، يعني بعد ما تكريت الأكونت هتلاقي ده الشكل اللي ظهر معاك، كلاسز وديزاين وتوتوريال. فهتيجي في الديزاينز دي هتلاقي عندك 3D ديزاين او سيركتس او الكود بلوكس، فهنختار اللي هو الايه سيركتس. هنختار كرييت يور فيرست سيركت ديزاين، او تيجي من هنا تعمل نيو وتختار الايه السيركت بتاعتك. فمن هنا او من هنا مش هتفرق، هختار من هنا اهو سيركتس. هيبدأ طبعا يظهر لك الشكل ده. ده شكل التينكر كاد، دي السنسورز اللي عندك، تمام. دي الكومبوننتس اهي، هتلاقي فيه هنا بيزك اول الكلام ده، فيه اردوينو كل الحاجات دي. هنا ده الكود، ده الستارت سيميليشن، ده شكل يعني التينكر كات. هنيجي من هنا هنختار الاردوينو، فهسيرش على اردوينو، تمام. في نوع مهم جدا اللي هو الاونو، ده اللي هو اردوينو اونو، تمام. ده اللي احنا هنسيرش عليه، في اللي هو هتلاقيه اصلا اردوينو اونو ار 3 اللي هو ده. طبعا دي كلها اردوينوز مختلفة، فهنختار ده، تمام، النوع ده. زي ما انت شايف كده، لو انت بصيت انت طبعا ما ممكن تعمل زوم ان واوت كده، او كنترول بلس وماينس، تمام. ده شكل الاردوينو. هتبص كده هتلاقي ان هنا ديجيتال، دي بنات كلها ديجيتال من 0 لحد ال 13، وبعد كده هتلاقي ده الجراوند الأرضي، تمام. فدي الديجيتال، وعندك هنا في بنات أنالوج اللي هي من A0 لحد A5، وهتلاقي في برضو هنا الجراوند أهو، 2 جراوند ده وده، يعني في 3 جراوند، وفي 5 فولت هنا، وتلاتة وتلاتة من عشرة فولت، وفي ريسيت. وهتلاقي ده الزرار اللي هو الباور، تعمل منه ريسيت برضو. وهتلاقي فيه هنا واسطة اهي، توصل منه من هنا ويتوصل بالطرف التاني باللابتوب بتاعك باليو اس بي، بحيث ان انت بقى تبدأ تحرق الكود بتاعك عليها لما تخلص خالص يعني، تمام. فده شكل الاردوينو بكل بساطة كده. محتاجين ايه تاني؟ محتاجين ان احنا حاجة اسمها البريد بورد اهي. فالبريد بورد دي هنختار مثلا دي، تمام، دي اللي هي بتاعت اللوجيك ديزاين، اكيد استخدمتها قبل كده. فلو انت جيت بصيت كده هتلاقي ايه، هتلاقي ان هي عشان نتعرف عليها برضو، هتلاقي ان انت كل كولوم من ده، كل البنات دي كونكتد ببعضها، يعني انت لو وصلت بنة من دي هتلاقي كل دول سمعوا، يعني اكنها سلكة كده. نفس الكلام كل كولوم متصل ببعضه، يعني الكولوم الواحد كل البنات اللي فيه متصلة ببعضها. طبعا الكولوم ده مش كونكتد بمين، بالكولومز اللي جنبه، وهكذا نفس الكلام هنا في الكولومز دي. لاحظ الرو ده هو السالب او الارضي، فبرضه كله متصل ببعضه، هو عبارة عن سلك واحد. فمجرد ما يعني ما توصل في بن بيسمح في كل البنات التانية، وده البوزيتيف الموجب. وهنا نفس الكلام اهو، تمام. ده بكل بساطة البريد بورد. طب احنا عاوزين نعمل ايه؟ هنحتاج ان احنا نجيب ليد، او خلينا نحذف كده، هتلاقي الليد ممكن تحترش عليها او تجيبها اهي الليد.
فهنحتاج 3 ليد، الليد دي وكمان واحدة تمام، وممكن تاخدها كوبي يعني تقف عليها كده تمام، وتاخدها كنترول سي كنترول في. انا كده عملت واحدة تالتة تمام. وهنجيب معانا برضو ريزيستورز ومقاومة اهي تمام. المقاومة دي ممكن بس نعدلها شوية كده، هعملها روتيت سوري كنترول زد، هنقف هنا على الريزيستور ده هعمله روتيت اهو، وممكن ناخد برضو نقف عليه اهو ونعمل كنترول سي كنترول في واحدة تانية وكنترول في كمان واحدة تانية. طبعا انا محتاج لكل ليد يكون معايا ريزيستور او مقاومة بحيث ان هي تظبط الفولت والكلام ده، بحيث ان الليد دي ما تتحرقش تمام. لاحظ كده ان انت عندك في الليد لو بصيت هنا هتلاقي الرجل دي هي انود والرجل التانية دي كاثود، اللي هو يعني كاثود ده اللي هو السالب والانود دي اللي هي الموجب. فلو جينا اخدنا دي هنا كده مثلا تمام، حطيناها هنا كده، فلاحظ دي الايه الكاثود ودي اللي احنا هنحتاج. خلينا نجيب دي هنا كده نصغر شوية، فدي دي الكاثود اللي احنا هنوصله بالسالب. فهنيجي هنا نضغط هنا كده ونتن ماشي لحد نوصله بالايه بالسالب تمام. ممكن مش شرط اخدها من هنا، ممكن اخدها من اي بن، يعني الرجل دي متوصلة في البنات دي كلها، فهم اصلا دايركت الكونكت ببعض، فانا ممكن اجي اختار من اي بن من هنا وامشي واوصلها بمين بالارضي تمام. والارضي هاخده من هنا تمام، امشي بيه كده. طبعا انا بضغط هنا اهو، بعد كده انزل ممكن اضغط هنا مثلا كده وبعد كده اجي ساحب، وهاجي ان انا هنا اوصل بمين بالارضي اهو تمام بالشكل ده كده. فانا هنا وصلت بالايه الاردوينو تمام، وصلتها بالارضي، والارضي ده وصلته بالايه بالكاثود. فكده دول كده الرجل دي متصلة بالايه بالجراوند. بعد كده فاضل مين؟ الانود ده انا هاجي هنا هجيب المقاومة دي احطها هنا تمام، وبالتالي انا عندي الطرف التيرمينال 1 اتصل بمين بالانود، وبعد كده هاخد وصلة من هنا تمام واوصلها بمين، يعني انا همشي كده وهاجي مثلا على رقم، هاجي هنا كده مثلا وانزل على مين على البن رقم 9، فاختار اي بن من البنات دي تمام، وليكن مثلا 9 مش هتفرق عشان تبعت عليها الاشارة تمام. ف9 هنا الاشارة جات هنا، بعد كده على المقاومة، وبعد كده المقاومة راحت على مين على الانود اللي هو الموجب تمام، ودي اللي احنا هنديها الاشارة. بعد كده هناخد المقاومة التانية سوري الليد التانية حطها هنا اهو في اي حتة، وبعد كده هنبدأ ناخد مثلا من هنا ووصلها بمين بالارضي، والطرف التاني اللي هو الانود ده هبدأ احط المقاوم اهو فين هنا مثلا في اي حتة بقى مش هتفرق هنا، وبعد كده هاخد من هنا على مين على سوري خلينا نمشي هنا كده وبعدين نضغط ونيجي مثلا على رقم 8 تمام، البن رقم 8 ونوصل بيها. وبعد كده هنيجي ناخد التالتة دي الليد التالتة، نفس الكلام هنختار من هنا ده ونوصلها بمين بالأرضي أهو. بعد كده هنبدأ نحط دي نفس الكلام، هي خلاص كده اوريدي اتوصلت بده بالرجل دي، فهاخد من هنا وخلينا امشي كده بجنب اهو ووصلها بالرجل رقم 7 تمام بالشكل ده كده تمام. وبالتالي انا عندي الليد الاولانية دي متوصلة برقم 9، والتانية ب8 بالبن رقم 8، والتالتة متوصلة بالبن رقم 7. طيب كويس جدا. ممكن تغير في الالوان دي، يعني انا عندي ممكن امسك السلكة دي واغير لونها، يعني هي طبعا ارضي فممكن اخليها بلاك اهو، نفس الكلام هنا دي اخليها بلاك، ودي وده طبعا بلاك
اهو، بحيث ان انا ايه بنا يعني الدنيا واضحة معايا وسهلة. ودول طبعا الاشارات السيجنال، فممكن اخليها مثلا بالاورنج اهو، دي نفس الكلام. والتالتة دي نفس القصة برضو اهو، تمام. فانا عندي التوبولوجي حتى واضحه كده وبسيطه، بحيث حتى لو فيها مشكله وحد زميلي حب ان هو يشوف كده ويشوف ايه المشكله او الخطا فين، فيعرف على طول ان الاسلاك دي هي ار دي، الاسلاك دي هي السيجنال وهكذا، فيبدا يترابل شوت بسرعه ويبدا يوصل للحل بسرعه. ممكن برضو الليدات دي، يعني ممكن اقف على الليد دي واغير لونها، بدل ما هي ريد مثلا خليها جرين، والليد دي مثلا نخلي لونها وليكن بلو بالشكل ده. طيب كويس، خلاص احنا كده خلصنا التوبولوجي، شكل التلاتة ليد بتوعنا. احنا اللي احنا عاوزين نعمله نعمل سيميليشن بس للترافيك لايتس او اشارات المرور، فالتلاتة ليد دول بالشكل ده عاوزهم ينوروا بقى. فبعد كده هنبدأ نشوف الكود بتاعنا من هنا. بس لاحظ كده في الكود هتلاقي عندك 3 حاجات، يا اما بلوك او بلوك وتكست او تكست. البلوك يعني يعمل لك بلوكات زي دي، بلوك وتكست هيعمل لك بلوكات وايه والتكست اللي هو الكود بتاعها، وانما التكست هيعمل لك كود بس. فممكن نيجي نختار هنا البلوك وايه والتكست، يعني انت بتحط بلوك وجنبه مين، هو بيجنريت على طول الكود بتاعه. فممكن هو دي السبيس اللي انت هتشتغل فيها، فهو حاطط لك دول كده جيفن، فممكن نشيلهم، هنيجي نرميهم في السلة، تمام. ونيجي نرمي دي في السلة برضه، صوتها حلو كده. دي شكل الايه التوبولوجي. احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل التلاتة دول يخلوهم ينوروا. لاحظ ان التلاتة دول متوصلين بكام؟ ب9 و8 و7. حلو اوي. فممكن نيجي هنا اهو، هنختار من الاوتبوت. لاحظ كمان دي الحاجات اللي ممكن تستخدمها كذا، دي الاوتبوت، فممكن تحط البن، يعني سيت بن الكذا هاي او لو، الكلام ده في حاجات كتير ممكن نتعرف عليها بعدين. في الانبوت ان انت ممكن تريد ديجيتال او ريد انالوج والكلام ده من السنسور. في كنترول لو انت عاوز تتحكم، ففي فور ايفر اهي، فور لوب، في ويت، في ريبيت تكرر لوب برضو، دي لوب، واي لوب اهي، عندك اف زين، اف زين else، في كاونت، تمام. في ماث هنا هو لو انت عاوز تجمع اقل من او تطرح، في اند اهي، اند واور والكلام ده، في عندك نوت، في ابسوليوت الكلام ده لو انت حابب، في الفاريبلز لو انت برضو حابب تكريت الفاريبل اهو، تمام، وهكذا. فدي كده ايه حاجات ممكن نستكشفها مع بعض. فهنيجي هنا في الاوتبوت، احنا هنقول له set البن to هاي، تمام. فهنقول له سيت بين تو ايه تو هاي. احنا دلوقتي عندنا 3 ليد، الليد دي متوصلة على كام؟ على 9. فانا هاجي هنا في الكود هقول له سيت البين اللي هي رقم 9 تو ايه تو هاي. ممكن نحط الاتنين التانيين اهو، هقول له سيت البين رقم كام، انا عندي البين رقم دي على كام، متوصلة على 8 و7، فهقول له ايه البن رقم 7 8، والبن رقم 7 خلاها بايه بلو، تمام. يعني انت شغال لي واحده وطفي لي الاتنين التانيين. وبعد كده هاجي في الكنترول اقول له مثلا ويت، انتظر. لاحظ وانت بتحط الاكواد بت ايه بتحط، يعني ويت دي اتحطت هنا ديلي اهو، هو باي ديفولت 1 سكند، 1 سكند دي اللي هي 1000 مللي سكند، فانا ممكن اسيبها زي ما هي، تمام. وبعد كده هنعمل ايه، ممكن نيجي هنا كنت كليك يمين واعمل دبليكيت، وهاجي هحطها هنا. بس سوري انا عملت دبليكيت منين، يعني انا ممكن اختار دي احذفها اهو، ممكن اجي هنا اختار من فوق واعمل دبليكيت، تمام اهو، عمل دبليكيت للبلوك من فوق. هخلي دي بقى ايه، هخلي دي مثلا لو، ودي ايه هخليها هاي، بحيث ان الاثنين دول تبقى له دي هاي، وهقول له ويت 1 سكند. وبعد كده هاجي من فوق من هنا وهقول له دوبليكيت واحطها هنا اهو، هخلي دي لو ودي ايه لو، وهخلي دي ايه
دي هاي، تمام بالشكل ده كده، فهخلي دي هاي لو لو. بعد كده ويت 1 سكند، لاحظ ان الكود بيترجم معايا اهو ديجيتال رايت. طبعا لو انت فاكر البين مود والكلام ده، ده كنا بنعمله في الباكت تريسر، كنا بنكتبه بايدينا بالبايثون، انما هنا شغال باي ديفولت سي بلس بلس. ده البين مود اللي هي رقمها 9، وهنا محددها اوتبوت، والتمانية والسبعة اوتبوت اهو. وهنا احنا ده شكل الكود الترجم معاك اهو، اللي هو 3 ديجيتال رايت، هيعمل ديجيتال رايت للبن اللي رقم 9 يخليها بهاي، والبن رقم 8 بلو و7 بلو. وبعد كده ويت 1 سكند اللي هو 1000 مللي سكند اهو، قايل لك اهو. بعد كده نفس الكلام ده هتكرره، بس باختلاف ان احنا هنخلي دي بس هي اللي هاي والاتنين دول لو، وبعد كده التلاتة دول واعمل ايه ديلي، تمام بالشكل ده كده. احنا كده خلصنا والكود اترجم معانا على طول اهو، ولاحظ حاطط لك دي جوه لوب يعني هتشتغل على طول، انما السيت اب الكود اللي جوه السيت اب هيران مره واحده بس في الاول. طيب كويس، بعد كده هبدا اعمل ايه، هخفي ده وهبدا اعمل ستارت سيميوليشن. طبعا لازم تكون كونكتد بالنت، واصلا مش هيشتغل معاك ان انت الا وان انت كونكتد بالنت. لاحظ ان انت ايه اللي بيحصل، عماله بتنور اهو، واحده بتنور والاتنين التانيين طافيين، واحده بتنور والاتنين التانيين طافيين، تمام. هعمل ستوب ايه سيميوليشن. دي كانت بكل بساطة سيميليشن لمين؟ للأردوينو، وإن احنا من خلاله قدرنا إن احنا نتحكم في التلات ليدات دول، بحيث إن احنا نسيميليت حاجة زي الترافيك لايتس كده. طيب كويس، بعد ما خلصنا وشوفنا عملنا الكلام ده، محتاج مثلا إن أنا يعني أنا سي إن أنا اشتريت الأردوينو دي، واشتريت البريد بورد والحاجات دي، والحاجات دي أنا نفذتها فعلا معايا عملي، فأنا عاوز بقى إن أنا الكود ده اخده واحرقه على الاردوينو. فسيب دلوقتي انا معايا الاردوينو ومعايا الايه الكيبل ده، طبعا هو الطرف متوصل هنا والطرف التاني هوصله باللابتوب بتاعي. فانا عشان اشغل او احرق الكود ده، فانا الكود ده انا هاخده معايا كده كوبي اهو، سيلكت اول وخده كوبي كنترول سي اهو. وبعد كده محتاج عشان احرق الكود ده، تمام، وانا معايا الحاجات دي وعاوز احرق الكود عليها، فانا محتاج ان انا انزل برنامج. هروح على الموقع اللي هو اسمه اردوينو سي سي، وهروح على السوفت وير ده، وبعد كده هاجي هنا على الاردوينو ده اللي هو اخر فيرجن عندهم. وهنبدأ، لو انت ويندوز هتختار ويندوز او لينكس او ماك على حسب الاوبريتنج سيستم بتاعك. انا هنا هختار الويندوز، ويندوز 10 فيما فوق اهو، هضغط عليها. وهو طبعا انا عاوز منك تتبرع والكلام ده، مشهور جدا يعني فيه 72 مليون تحميل اصلا، فممكن تعمل جاست داونلود هيبدأ ينزل معاك. هو يعني 162 ميجا، انا نزلته قبل كده فهعمل له ستوب. فهاجي بعد كده اعمل ايه، هتسطبه عادي جدا مفيش اي مشكلة، هينزل معاك في 3 4 دقايق ما بياخدش اي حاجة. نكست نكست، اول ما يخلص هيظهر معاك بالشكل ده. ده الاردوينو اي دي اي، هنفتحه اهو، تمام. ده طبعا قلنا ليه، ده عشان نحرق الكود على الاردوينو، يعني احنا دلوقتي معانا الاردوينو وهنوصله باللاب وعاوزين نحرقه على الاردوينو. فدلوقتي ده الشكل الكود، احنا اخدناه كوبي، اخدنا الكود كوبي خلاص اهو، تمام كنترول اي سي. وبعد كده هنيجي هنا نحذف الكلام ده، هو طبعا في سيت اب واللوب اهو هنحذفهم، وهنبدأ نحط الكود بتاعنا هنا، تمام. دلوقتي اول حاجة احنا هنوصل، المفروض ان احنا ايه نوصل الطرف التالي ده بتاع الاردوينو، هنوصله باليو اس بي بتاع اللابتوب. حلو حلو، فأول حاجة هنيجي من التول ده، في حاجتين مهمين، في البورد وفي البورت. فالبورد هيقول لي ان انت ان احنا محتاجين مين، محتاجين نعرف البورد نوعها ايه. يعني بص، لو انت جيت من هنا تعمل فيروفاي وكومبايل، يعني تكومبايل الكود ده الاول كده بحيث البرنامج ده يشوف الكود ده مظبوط ولا لا. ففي الاول هيجي يعمل ايه، هنيجي نعمل فيروفاي وكومبايل، لان انت ممكن وانت بتاخد كوبي من هنا مثلا
في سطر ناقص، في سيمي كولون، في مثلا أقواس ناقصة أو كده، فممكن تعمل مشاكل هنا. في الأول هنتأكد من الكلام ده، هنقوله في فيروفاي وكومباين. هنيجي أهو في فيروفاي هيقول لي نو بورد سيلكتد، يعني بليز سيلكت يور أردوينو بورد من مين بقى؟ من التولز بورد منيو. فهنيجي على التولز أهي بورد، وهختار اللي هي الاردوينو اي في ار بورتس، وهنسيرش هنا على مين؟ على نوع الاردوينو اللي هو احنا استخدمناه اللي هو الاردوينو اونو ده. تمام. فهنيجي هنا تاني اهو فيروفايو كومبايل كومبايلنج سكتش، قال لي ايه دون كومبايلنج، يعني كده الكود بتاعك ده ايه ما فيهوش مشكله. فانا كده اول حاجه اتاكدت قبل ما احرق الكود ده على الاردوينو عندي، فاتاكدت ان هو شغال صح. تاني حاجة محتاج نعمل ايه؟ احنا قلنا هنا البورد خلاص، فاضل البورد. فاحنا عندنا اللابتوب عندنا اول انت ما توصل اليو اس بي الكابل ده الطرف التاني توصله باليو اس بي عندك على اللابتوب، فالمفروض البورد ده يظهر. فهتيجي هنا من البورد وفي واحد جديد هنا بورت جديد المفروض يظهر معاك، فهتختار. انا طبعا هنا عشان مش موصل مش معايا الاردوينو فمش موصله، فعشان كده مش ظاهر البورت الجديد، فانت المفروض لا يظهر معاك فتختار. فخلاص بمجرد ما تختار هتيجي تعمل ايه من سكتش، هتيجي تعمل ابلود. تمام، بص انا هعمل ابلود اهو، هيقول لي في ايرور ابلود ايرور فيلد ابلودنج. قال لي ايه السبب؟ قال لي نو ابلود بورت بروفايد، يعني مفيش بورت عندك. ده بسبب ان انا اصلا مش عندي الاردوينو ومش موصل، فاداني ايرور. فطبعا انت عندك لما تكون موصل تمام هتختار البورت وتيجي تعمل ايه؟ تعمل ابلود. طب ايه ابلود ده اصلا؟ ابلود ده عشان تحرق بقى الكود بتاعك ده على مين؟ على الاردوينو. تمام، انما في فيروفايو كومبايل ده عشان بس برن اتاكد ان الكود صح والدنيا تمام. فمجرد ما تعمل ابلود للكود ده على الاردوينو عندك هيبدا تلاقي الايه الاردوينو اشتغل معاك جاهز والدنيا تمام، وهتلاقي الحاجات بدات تنور. لو في اي مشكله ولا حاجه ممكن تيجي من هنا تضغط على الباتون ده تعمل ريسيت، بحيث ان الدنيا تمشي تمام مع الكود، فهتلاقي الدنيا بدات ان هي تنور معاك والدنيا تمشي معاك زي ما انت شايف بالشكل ده كده. بس ده بكل بساطة الفكرة بتاعت النهاردة، ان احنا شفنا ازاي بنستخدم الاردوينو مع السنسورز وازاي بنتعامل معاه. بعد ما خلصنا عاوزين مثلا ان احنا معانا الاردوينو ده وعاوزين ان احنا نحرق الكود ده عليه، فقلنا ان احنا بننزل السوفت وير ده اللي هو الاردوينو دوت سي سي زي ما شوفنا كده، وبتسطبه ما فيهوش اي حاجه، وتحط الكود بتاعك وتبدا تديله البورت والنوع البورت، وبتبدا من هنا بتعمل بروفايل تتاكد بس الاول الكود بتاعك صح، وبعد كده بتعمل ابلود بتحرق بقى الكود ده على الاردوينو بتاعك، ويبدا ان شاء الله يشتغل من غير اي مشاكل. اتمنى تكون الدنيا واضحه وبسيطه. السلام عليكم.